السلام عليكم متتبعين قناة كويزين بشرى. اليوم ان شاء الله بنهار جديد فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكة الاقتصادية جدا جدا جدا، المكونات ديالها موجودة في كل البيت، وبجوج البيضات غتقدري تصايبي هاد الكيكة الخطيرة اللي كتجي كيحمقوا عليها الكبار والصغار، وزوينة بزاف ولذيذة، ويعني غتحمر لك وجهك مع الضيوف ديالك، وكتجينا سهلة في الصراحة، ما كتشدش لينا حتى الوقت، ما كتشدوش لينا، وكتجينا في الصراحة زوينة 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 بزاف في شكل ومذاق. وكيف ما كتشوفوا البنات، بغيت نقول لكم البنات المشاركين ديالي واللي عاد التحقوا بالقناة، كنقول لكم ديزابوناو وتابوناو من جديد وفعلوا زر الجرس باش ديما توصلوا بالجديد، حيت الاغلبيه ديال الناس كيقولوا لي راه ما كنتوصلوش بالجديد ديالك. المهم انا بغيت نقول لكم في هذا الفيديو هذا ديزابوناو عاودوا تابوناو. المهم البنات غادي ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج كاس ديال الزيت ناقص تقريبا واحد سنتيم، سكر سنيده هو بحال هكاك، يعني نفس الكاس غادي ناخذو به نفس العبار، يعني غادي نقصو سنتيم، وغادي نديرو منه الحليب، يعني كاس لارب الحليب، كاس لارب السكر سنيده، كاس لارب زيت نباتيه. عندي هنا واحد التفاحه من بعد ما غسلتها، تفاحه كبيره من بعد ما غسلتها ما نقيتهاش عفوا، يعني حيدت ليها الزوائد ديالها وقطعت عليها هذا الشكل هذا، وكندير لها واحد الرشيشه ديال السكر باش ما تكحلش. غادي نحتاج واحد جوج بيضات بدرجه حراره المطبخ، واحد الكيس ديال الفاني، وجوج الاكياس ديال الخميره الحلويات من فئه 7 غرام. غادي نجيب واحد زلافه ولا طاسه، المهم فاش غادي نخلطوا هاد المقادير كاملين. كنوضع البيض هو الاول، غادي نضيف ليه الكيس ديال الفاني ونضيف ليه السكر سنيده، ونحاول نطربو مزيان حتى كيتبدل ليه اللون ديالو، وكيولي عندنا داك الخليط كيولي عندنا شويه تولي كريمي. هذا هو السر ديال الكيكه اللي بغيتوها تطلع لكم البنات، ديما البيض والسكر طربوهم مزيان حتى كيتغير ليهم اللون، عاد نضيفوا الزيت ونضيفوا الحليب ان شاء الله، وكندير واحد القبيصه ديال الملحه. صافي وكنخلط هاد المكونات كامله كيف قلت لكم، تقريبا ما كديش لينا واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق. صافي كنضيف دابا الزيت، راه هاد اللقطه البنات فاش ضفت الزيت ما تصوراتش، سمحوا لي. غادي نطربهم حتى هو مزيان، عاد غادي نضيف الحليب. وفاش نكون نضيف في الحليب نضيف شويه بشويه حتى كنسالي داك الكاس الارب ديال الحليب. وكنجي هنا غادي نضيف ليه الدقيق، كنضيف الكاس الاول، كنحاول نغربلو، واخا نغربله نعاود ثاني نغربلو باش هذوك الحبيبات باش الدقيق ما يتكورش لينا. المهم الدقيق غادي نحتاج واحد جوج كيسان وربع اللي احتاجيت انا، وانتم كتبقى على حسب النوع ديال الدقيق اللي عندكم، تقدروا تحتاجوا غير جوج كيسان، تقدروا تحتاجوا جوج كيسان ونص، المهم على حساب. غادي نطرب هذا الكاس الاول، غادي نخلطه مع المقادير حتى كيتخلطوا لي مزيان، ونضيف الكاس الثاني، غادي نضيفه مع الخمارات جوجات، غادي نكمل هذا الكاس الثاني في التغربيل، وغادي ندخله في هذا الخليط اللي عندي حتى نشوف واش غادي نزيد ولا لا.
يعني واش غادي نكتفي بهاد جوج كيسان ولا غادي نزيد نضيف دقيق؟ المهم البنات بغيتو تكملوا التخلاط بالخلاط الكهربائي كملوا، ما بغيتوش انا فضلت نكملوا بهاد اليدوي احسن. كنخلطوه مزيان ونتاكدوا من داك الدقيق يعني ما بقاش عندنا مكور في وسط العجينه. المهم غادي نزيد واحد ربع ديال الكاس ديال الدقيق، حيت لقيتها مازال مطلوقه شويه بزاف. نزيد هاد ربع كاس ونشوف واش غادي نكتفي بهاد الربع ولا نعاود نزيد. كيفما كتشوفوا معايا البنات صافي غادي نكتفي بهاد بجوج كيسان وربع ديال الدقيق اللي هزات ليا. المهم البنات الدقيق راه على حساب حتى البيض، الا كان كبير راه كي ياخذ لينا الدقيق شويه، كان متوسط ولا صغير المهم على حساب البيض، حيت البيض هنا كيلعب دور. كنجيب واحد الصينيه ولا واحد المول كنكون دهناه من قبل بالزبده ومفنده في الدقيق، وكنفرغ فيه هاد العجين ديالي. والبنات فاش تبغيو تفرغوا الكيك ديما هزوا يديكم الفوق باش كيدخل هذاك الهواء وكتطلع لينا الكيكه. راني ما كنبخل عليكم البنات حتى بشي حاجه، اي حاجه في بالي كنتقاسمها معاكم. غادي نجيب التفاح اللي سبق لي من قبل قطعته، غادي نقاد فيه فوق هاد العجينه اللي عندي. غادي نستمر على هاد الشكل هذا حتى نسالي ارجع معاكم. هادي طاحت لي البنات، والتفاح البنات ما تحطوهش متباعد، حطوه حدا حدا وحده باش ما كيهبطش لينا وكيجي كيبقى لنا فوق الكيكه. بعد ما كنسالي كندير واحد هذيك الدائره الوسط كندير فيها التفاح على هذا الشكل هذا، غير تزين وصافي. وداك الشيء كيبقى بغيتو تخليوها بلا ما ديروا التفاح بلاش، كتجينا على هذا الشكل هذا. غادي نجيب دابا واحد شويه ديال الزبيب او العنب المجفف، كندير فيه هذاك العنب المجفف او الزبيب صافي، وكندخلها للفران. كندخلها كنشعل عليها الفران من التحت، بالنسبه للفران كل وحده كتعرف الفران ديالها. غادي نخليها حتى كطيب كتحمر من الفوق ومن التحت، وكنخرجها وكنزينها بواحد شويه الفيرميسين من الوسط. نزيدو على داك الزبيب وكندهنها بشويه ديال الناباج. بغيتو ديروا فيها خطوط ديال الكراميل ديروها، كتجي رائعه وكتجي لذيذه 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 بزاف. وكنقول لكم البنات شكرا على المتابعه، وكنقول لكم الا كنتو جداد في القناه تابوناو معايا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.